عندنا البطولة الأفريقية خلاص دي اتأكدنا منها وعارفين إن هي هتبقى موجودة. فاللي أنا بقوله لحضراتكم للاعيبة النادي الأهلي، كل جمهور النادي الأهلي ينتظر منكم بذل المجهود. النتيجة دي محدش يعرفها ومحدش يقدر يتكلم فيها، هو ربنا بس عارف النتيجة دي بكرة كام. لكن المجهود هتطلعوا لا قدر الله اتعادلت او لا قدر الله حصل اي حاجه وبذلت المجهود اللي مطلوب منك كلاعب جوه الملعب، هتلاقي كل الاهلاويه بيسقفوا لك، ما عندناش مشكله في هذا الكلام، وبرده ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. طيب بالنسبه للجمهور، انا عايز اوصل لحضراتكم رساله اللاعبين. يعني انا دلوقتي وصلت رساله الجمهور للاعبين واللي هم كانوا، وانا طلبت منهم ان هم يتفرجوا على هذه الحلقه كمان للي ما بيتفرجش او للي بينام بدري، علشان مهم جدا جدا الناس تعرف او اللاعبين يعرفوا ان حاله التركيز اللي هم فيها لم تنتهي حتى هذه اللحظه. طيب اللاعبين بيقولوا ايه للجمهور؟ على قد اللي انا كلمتهم كلهم ما عندهمش غير تفكير واحد، هو ان احنا عايزين نكسب ماتش بكره. كل اللاعبين اللي انا كلمتهم، انا كلمت مجموعه كبيره من اللاعبين، كنت بهنيهم طبعا بالمستوى وبالاداء وبالفوز بهذا الدوري الرائع بعد هذا العذاب الحقيقه اللي كنا فيه خلال 6 أو 7 شهور. عذاب ايه؟ عذاب ان كل الناس بتحاربك وكل الناس كانت واقفه، مفيش غير قناه النادي اللي كانت واقفه ضد اللي بيحصل ده كله. خدوا بال حضراتكم، خلال الفتره اللي فاتت حروب شرسه من كل الجهات ومن كل الاعلاميين، وزي ما انتم عارفين معظم الناس كانت بتخاف من ناس معينه، لكن احنا هنا في قناه النادي، مش انا، كل قناة النادي الحقيقة كانت واقفة، بنقول اللي المفروض نقوله، وإذا كان هناك انتقاد للاعبين بننتقد اللاعبين، ولكن في نفس الوقت واقفين مع نادينا، واقفين مع مجلس إدارتنا، ده دورنا بالمناسبة، واقفين مع مصلحة النادي. في حاجات كتيرة جدا بنبقى عارفينها لكن ما بنطلعش نتكلم فيها غير لما بتبقى بشكل رسمي، علشان هو ده الصح، هو ده اللي احنا بنتعلمه. فاللي انا بقوله لحضراتكم كجمهور بقى من اللاعبين، هيبذلوا اقصى مجهود. برضو هرجع اقول لحضراتكم كرة القدم بعد كل الكلام اللي انا بقوله ده، كرة القدم فيها 3 حاجات: مكسب وخسارة وتعادل. معرفش انا بكرة ايه اللي هيحصل، اتمنى ان النادي الاهلي يفوز بكرة ان شاء الله وباداء كويس، لكن انا معرفش، انا ده تمني بالنسبة لي وتمني بالنسبة لكل جمهور النادي الاهلي. ولكن صدقوني اللعيبة دي هتموت نفسها، على قد اللي أنا سمعته واللي أنا شفته من إحساسي بكلامهم. يعني في واحد يقول لك إيه لما تيجي تكلم حد من اللعيبة ويقول لك يا ما إحنا بس محتاجين نريح شوية، لا ما حدش قال لك نريح، قال لك عايزين نخلص اللي بعده وعايزين نخش في اللي بعد كده كمان. هو ده لعيبتي، هم دول لعيبة النادي الأهلي، وهو ده الجهاز الفني للنادي الأهلي، وهو ده مدير الكورة اللي في النادي الأهلي، اللي بيعرف إمتى يفرح اللعيبة وإمتى يقفل عليهم. هو ده الصح. لو تاخدوا بالكم من امبارح الصبح او من اول امبارح بالليل تسمعش حاجه عن النادي الاهلي، راحوا كلوا في احدى المطاعم وخلاص انتهى الموضوع، كان من اول امبارح الكلام ده. بعد كده كل حاجه اتقفلت، التركيز فقط على المباراه القادمه، ولو ما تعدي ان شاء الله المباراه القادمه يوم الاحد التركيز فقط هيبقى على المباراه اللي بعد كده. هي دي كرة القدم، وهو ده النادي الأهلي، وهو ده اللي اتعلمناه في النادي الأهلي، واللي أمام حضراتكم في النص التاني من الشاشة ده هو ده جمهور النادي الأهلي، هو ده اللي بيخلي لعيبة النادي الأهلي اللي موجودين في كل حتة دول، أو ال 23 ولا 26 اللي موجودين في المعسكر، حضراتكم مش متخيلين مموتين نفسهم إزاي علشان عايزين يلعبوا المباراة. ال 26 لاعب بالمناسبة، مش 11 بس. ال 26 لاعب، مش 11 بس. فدي رسالة.